مساء الخير على كل مشجعي مشجعات مهارات عظيمة، أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من حلقاتنا، وطبعا لكل متابعي قناة الأهلي في كل مكان أهلا بحضراتكم. النهاردة هنعمل مهارات جديدة، أتمنى يا رب تنول إعجاب حضراتكم. إحنا عملنا قبل كده الكشري المصري يعني بطريقة صحية، وشكرا للإلاقة استحسان من حضراتكم، شكرا جزيلا. النهاردة بما أن يعني برضو لازم نتذكر أن عندنا كمان الكشري الإسكندراني، ونحترم جدا وتحية لكل أهل اسكندرية. إحنا نعمل الوصفة دي، في ناس كتير بتحبها، بسيطة وخفيفة ولكن مفيدة جدا. خلينا نبدأ نعملها مع بعض. هنعمل معها الصوص الحلو اللي بيتقدم مع الكشري، صلصة الكشري الحمراء، وهنعمل البيض المدحرج الجميل اللي بيتقطع، بتبقى وجبة جميلة جدا حقيقة. يعني كان زمان أتذكرها من والدي كان يعملها، أي نعم ما كنتش بحبها قوي لكن حبيتها لما كبرت. اسمحونا أشارك حضراتكم بالوصفة. نقول أول حاجة بسم الله ونقول المقادير. عندي كوبايتين من الرز المصري، كوبايتين من العدس الأصفر، عندي بصلة مفرومة، جزرة مبشورة، مكعب مرق، معلقتين كبار من السمنة، ممكن تعملوه بزيت زي ما انتوا تحبوا، كمون، وثلاث كوبايات من المية المغلية. طبعا للتقديم هقدم معاه بيض مسلوق، قرون فلفل حار، بصلتين متقطعين جوانح وعاملينهم بصل مقرمش. الصوص بتاعها هي كوبايتين من عصير الطماطم، معلقة كبيرة من الثوم، ربع كوباية من الخل، معلقة كبيرة صلصة طماطم، رشة سكر، ومعلقة صغيرة كمون. طبعا يعني لزوم الصوص بتاع أو صلصة الكشري اللي هم بيعملوه. طبعا هي برضو من الوصفات الحلوة القديمة لكن محببة جدا. لسه وانا قاعدة بتكلم دلوقتي قبل ما أدخل مع أحد المصورين بيتكلم عن وصفة جدته، بيقول لي الرز المعمر أنا باكله كنت من إيد جدتي. اسمه إيه المصور بعد إذنكم؟ معلش أنا عايزة كاميرا واحد، معلش كاميرا واحد عليها مين يا أستاذ سمير؟ مصطفى، معانا مصطفى. أنا بقى يعني إيه بوجه طبعا تحية لكل الإيه الجدات والمامهات، والوصفات القديمة دي ما تتعوضش. انا هحط معلقه سمنه بس ومعلقه زيت واحده عشان يعني برضو يبقى مفلفل كده وحلو ما تتعوضش. قال لي ذقته كتير ورحت كلت في اماكن كتير الا اني ما عرفتش الاقي الطعم اللي كانت بتعمله جدتي، واللي انا سبحان الله اول ما باكله اتذكر دايما وارجع بذاكرتي كده عشان اعرف انا يعني فعلا باكله حلو ولا لا. فسبحان الله فعلا الحاجات القديمه دي والطعم القديم ده ما بيتعوضش. خليني احط بس رشه بسيطه كده، اطعم ملح، رشه بسيطه فلفل قوي، مش عايزه اكتر الفلفل ولا حاجه، بس بتدي ريحه كده حلوه للبصل. معانا هطعم كده، وهنا هحط معلش انا بحب احط مكعب كده مرق، اطعم الايه ادعم الطعم يعني، وده اختياري ما هوش في الوصفه يعني، لكن بقول ايه الولاد ساعات لما بيدوقوا او حضراتكم بتعملوا في البيت وصفه بيبقى حد من البيت لسه اول مره يجربها، بنحاول كده ايه نقدمها بشكل مختلف وحلو ندعمها كطعم، لانه احنا تعودنا على الطعم الاساسي بتاعها، لكن هما ممكن الجيل ده شويه يبقى ايه مركز كده ودقيق في حاجات يعقب عليها، فبنحاول ان احنا ايه نقدمها. انا بحمر البصل اهو، وحطينا رشه الملح، رشه الفلفل، حط كمان جزرايه كده حلوه معاهم، نحمرها كمان بسم الله، تدي طعم حلو. عايزين ما يبانش خالص الجزر، حضراتكم ممكن تخلوه مضروب في الكبه بيوري يعني ناعمه قوي، مش لازم تبشروه يعني، مش شرط، على حسب ما حضراتكم تحبوا كده. هقلب تقليبه حلوه، وطبعا العدس الاصفر من الحاجات المحببه جدا برضو، انا بحب شوربه العدس قوي قوي ومفيد جدا. يعني عايزه اقول لكم العدس الاصفر ده اكبر نسبه حديد موجوده فيه اكتر مقارنه يعني بالانواع الاخرى، ليه دور كبير جدا في تكوين خلايا الدم الحمراء. تخيلوا العدس الاصفر بيقوي المناعه جدا وغني بحمض الفوليك جدا، يعني الناس اللي يعني عايزه صحه القلب وبجد هو من الحاجات الرائعه. بنعمله بقى شوربه، كان زمان اقول لكم بقى جدتي انا بتعمله لنا ازاي غير الشوربه، كانت لما مامتي تسافر كانت جدتي مامة بابايا تيجي تقعد معايا. المهم يعني كانت تعمل لنا العدس ده بالشعريه زي الكشك، بيتقال عليه ايه، هو مش فته بس هو بيتعمل كده تقيل وبيتحط عليه البصل المقرمش زي الكشك بالظبط الالمازيه، وبيتاكل زي البساره يا استاذ سمير. فكان جميل برضه، انا بحبه، كنت شوربه واحط فيه العيش المقرمش، كانت بتقطع لنا العيش وتقرمشه لنا
وناكله بقى ونعصر عليه عصير الليمون وناكله بقى الشوربه كده كانت تدفي قوي، كانت حاطه لنا فيها شويه شعريه فكنت بحبه قوي بصراحه. انا بحب العدس الاصفر جدا، بحب شوربه العدس، بحب اخلطها ببطاطا، بحب احط معاها قرع، احب اعملها مع بطاطس، يعني العدس بكل احواله بصراحه. ومؤخرا حبيت الوصفه دي، يعني حبيتها مؤخرا. انا دلوقتي بصوا بقى شوحت كده البصل حلو تبقى ذهبي بس كده جميله، وايه وخليني هنا لحد ما احط عليها الرز والعدس مع بعض. طبعا اللي عايز يكتر العدس شويه، انا عموما عملت كميات متساويه عشان نبقى حطينا كميه رز قد كميه العدس، اللي عايز يقلل او يكتر من حاجه دي حاجه طبعا ترجع لحضراتكم. هنا هشغل برضو النار علشان ايه اعمل الصوص، الصوص الطماطم او صلصه الطماطم بتاعه الكشري الحلوه دي بتبقى جميله قوي. انا قلبت كده تقليبه هايله، الجزر كمان بيديله طعم حلو قوي. لو مش عايزين حضراتكم تحسوا ان هو باين او ظاهر اعملوه مطحون قوي او مفرون خالص في الكبه هيبقى جميل جدا برده، بس كمان الجزر بيبقى طعمه حلو قوي يعني جربوا تحطوه كده كده. برده العدس لما بنعمله مسلوق بنحط دايما الجزر اساسي، بيبقى من المكونات الاساسيه يعني كده. طبعا البصاره حاجه حلوه، انت فتحت نفسي يا استاذ سمير والله العظيم. تعرف بقى انا البصاره دي لازم نعملها، انا عايزه اقول لك انا ما كنتش بحبها خالص، حبيتها وانا كبيره، ويمكن ابني كان ليه ظروف صحيه كده اول ما اتولد ما كانش بياكل لا بقى لحمه ولا فراخ، ما فيش حاجات، الحاجات دي كانت ممنوع سنين من عمره كتير يعني الحقيقه، وحسيت بقى البان ومنسوجات قد قصه كده. المهم الحمد لله ربنا اراد، فكنت بعمل دايما بعتمد على الحاجات اللي هي النباتيه اللي هي البقوليات يعني بصفه بشكل كبير يعني. فبيحب العدس الاصفر جدا. وبعدين قعدت الجا على حاجه تانية اتحايل عليها فعملت البصاره، فكان سبحان الله الفتره دي انا اللي بدات احب البصاره وبدات اعملها له عشان اشاركه ياكلها، فكنت باكلها معايا ما كانش في حد في البيت عندي بيحبها خالص، يعني بيتي انا جوزي وبنتي وكده، لكن في بيتنا لا بيحبوها طبعا، وبيتنا انا اخواتي وبيت العيله لا بيحبوها جدا، وكانوا بتتعمل لازم تتعمل ولازم اللي يعملها لنا كان يبقى بابا الله يرحمه او جدتي، بس غير كده ما بناكلهاش يعني، ما نعرفش نعملها وما كناش يعني احنا شاطرين قوي في عمايلها كده يعني، كان ليها طعم جميل وتتاكل بقى ساقعه كده رائعه بصراحه، يعني الذكريات دي رائعه والوصفات دي. فكنت دايما احط كل الخضروات مع الفول، واحط بصل بقى اخضر واحط كرات واحط الخضره كلها، ويعني ايه احاول افيده باي طريقه انه يبقى في حاجه جانب يعني صحي عشانه، وكان بيحبها، فسبحان الله طلع بيحب الحاجات القديمه غصب عنه، بس الحمد لله كلها حاجات جميله. والبصاره دي صحيه جدا لان ما فيهاش حاجه، احنا الخضروات كلها خضروات، فول مدشوش منقوع وكميه خضروات لا باس بيها، وبعدين بنحطها على النار في شويه ميه فبتطلع حاجه رائعه كده. اهم حاجه بس نظبط كميه نسبه الميه ومع كميه الفول المدشوش، ونعمل الملوخيه الخضراء والطش من عينينا يا استاذ سمير عينينا، ونعمل الناشفه عشان في ناس بتحبها برضو. احنا 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 يعني لازم نعمل الوصفات الحلوه دي، ما ننساش الوصفات القديمه اللي احنا اتربينا عليها. معلش انا بحاول احمر شويه البصل كده مع الرز والعدس. احنا طبعا بنعمل ده لانه اصدقائنا اللي كلمونا قالوا لنا ايه عايزين وصفات كده على قد الايد حلوه اقتصاديه. بصوا الوصفه دي رائعه ومفيده، اولا فيها بيض، البيض ده بروتين لوحده يعني كاني كلت لحمه. فيعني بصوا الحاجات دي حاجات جميله جدا جدا بسيطه ولكن طعمها حلو، تجمع العيله والكل بيشبع وبتبقى رائعه. فانا بس بقلبه كده بصوا، خلي بس الرز بصوا بقى اتغلف وياخد نسبه الايه المواد الدهنيه اللي احنا كنا محمرين فيها البصله، ادينا له طعم من السمنه، معلقه سمنه بلدي كده حلوه عشان تدي طعم للايه للكشري بتاعنا ده. هاخد بقى رشه كده من الملح ورشه من الكمون، بسم الله الرحمن الرحيم، مش هكتر لانه انا طبعا حاطه في مرق، رشه كده وخليني بقى ايه اقلب تقليبه حلوه، وبقى ننزل الميه السخنه. المفروض ان انا سخنت الميه كويس جدا، ميه بتغلي عشان الرز يبقى حبته مفلفله وحلو، بسم الله. طبعا السقي الميه او نسبه الميه هي على قد نسبه الرز، انسوا خالص انه حضراتكم حاطين عدس لانه هيستوي، بسم الله عشان ما يعجنش. بصوا احنا بنحط على قد الرز بس،
الرز اللي احنا حاطينه، حطينا المعايير بتاعه الرز. اي حاجه بتضاف للرز سواء في الرز البرياني، في الكبسه، في الحاجات، اعرفوا ان احنا هنحط نسبه الرز. انسوا اي اضافات او خضروات اتحطت، لان هي بتكون خلاص احنا ظبطناها على قد الايه، يعني شوحناها وخدت وقتها، فمش محتاجه احسب لها تسويه مع الرز، والا هيعجن مني الرز. طيب كده زي ما حضراتكم شايفين، اخر بقى حبه كمون كده يدوا طعم حلو. هنقلب بقى تقليبه حلوه كده، بسم الله، وهنسيبه اول ما يغلي غلوه كده. هنهدي النار علشان نسيبه يتشرب مظبوط على نار هاديه الاول، بس يغلي غلوه حلوه. هنا بقى انا بعمل ايه، هجهز مع حضراتكم الصلصه بتاعه الايه، العدس او الكشري الاسكندراني اللي احنا هنعمله. طيب هاخد كده زيت، بسم الله، نقطة زيت، وهاخد الثوم، بسم الله الرحمن الرحيم كده، ونشوح كده الثوم ده. وبعدين هاخد معاه، انا هحط رشه بس كده تدي طعم، اللي هي رشه الكمون تتحمص بس معاه كده. واول حاجه هنزلها على الثوم معلقه الصلصه عشان اطلع الماده الحافظه اللي فيها دي، اهي يا سيدي. ربنا يكرمك يا استاذ سمير، والله انا يعني ببقى سعيده. اولا روح الحلوه اللي في العمل دي، كل اللي في الكنترول يعني بيبقوا بينكشوني كده كل شويه، وانا الحقيقه بحب التواصل مع الناس جدا جدا، فببقى سعيده قوي ان هم بيعقبوا بيسالوني اسئله، ببقى مبسوطه قوي. ههدي النار بقى كده، بسم الله، اهو خليه كده على 6، حلو قوي. هنغطي، وهنا اول حاجه حطيت الثوم، خليت لونه ذهبي، وبعدين اضفت معاك شويه كمون، طلعت الريحه، حطيت الصلصه، وبعدين بسم الله الرحمن الرحيم هنحط الصوص بتاع الطماطم. طماطم ضربوها في الخلاط مع شويه ميه ويصفوا القشر بتاعها، اهي. وطبعا الناس اللي بتشتكي من الحموضه او بتتضايق منها، لازم نحط معلقه صغيره من السكر. السكر دي بتخلي الايه، نسبه الحموضه دي تبقى قليله. طبعا رشه الملح والفلفل اهو، ورشه الفلفل بسيطة كده، وبقية كمية الكمون اللي احنا ايه شوحنا جزء منها في الأول. هحط معاها شوية خل، بس تغلي غلوة كده، شوية خل صغيرين تغلي غلوة وتبقى تمام جدا. بسم الله الرحمن الرحيم، معلقتين خل بس كده. هنقلب بقى تقليبة حلوة، وهسيبها بقى هنا تاخد غلوة حلوة كده وتتسلسل، وتبقى دي الصوص اللي احنا ايه هنقدمه مع الكشري الأصفر بتاعنا. طبعا أنا قرمشت شوية من البصل، بصل بنقطعه كده جوانح أو شرايح رفيعة، وحضراتكم عندكم اختيار من الاتنين، إما أنكم هتحمروه في شوية زيت صغيرين، ولو يا ريت شوية الزيت الصغيرين دول هم اللي تحطوهم هنا وتحمروا فيهم الرز مع العدس مع البصله، هيبقى جميل واخدنا من الطعم اللي احنا بنحطه على الوش. لو حضراتكم مش عاوزين تحمير وهيبقى المقليات يعني متعبه، هنعمله زي ما عملناه مع الكشري الصحي، هنفرفطه، هنحط عليه معلقه واحده من النشا صغيره، نفرفط فيها ده ونحطه على ورق زبده وندخله الفرن، هيطلع رائع ومظبوط، والنشا بيمتص نسبه السوائل اللي جوه البصل، فبيخلي البصله تقرمش بسرعه، ما تبقاش ايه فريم من بره ومن جوه طريه. بصوا بقى بدا يتشرب على طول ازاي اهو، لسه هنديله بقى وقته وهنقلبه كده مع بعض بس على. ربنا يسعدك يا استاذ سمير، والله تحيه لحضرتك ولاسرتك جميعا بجد. هنقفل بقى كده، وهبدا بقى ايه اقلب مع حضراتكم الصوص برده تاني، لازم ابص عليه كويس، عايزه بس اعلي النار هنا عليها علشان ايه نطمن انه تمام. طبعا الريحه روعه، الصوص ده بيبقى رائع. لو اتبقى شويه من الصلصه دي حطوها في حاجه ازاز وشيلوها في الفريزر، ممكن في اي وقت تاني نحتاجها نطلعها من الفريزر، مفيش اي مشكله خالص. البيض انا سلقته، هدحرج بقى البيض كده مع حضراتكم شويه في جنب، نجهزه بقى لما عقبال ما الكشري هنا يجهز معانا. وهوري حضراتكم برده البصل المقرمش، احنا عملناه المره اللي فاتت، بصوا
ده البصل المقرمش اهو، وهنبدا نجيب بقى طاسه صغيره كده. بسم الله هنحطها مثلا هنا، ونبدا ايه ندحرج البيض ده في معلقه سمنه بلدي حلوه كده تدي طعم حلو، علشان ايه يبقى اسمه بيض المدحرج. انا نفسي اعرف بس اساس البيض المزغلل ليه قالوا عليه مزغلل. هيا يا نودي، بيقولوا ساعات بيض مدحرج او بيض مزغلل. اه ما تقول لنا بيسموه كده ليه؟ بالنسبه لك المصطلح الجديد يا ندى صح؟ عيني زغللت عشان بندحرجه في السمن فبيبقى في جزء محمر، فيعني في بيسموه بيض مزغلل. شكرا يا استاذ سمير على المعلومه والله. اه بيقول اه. طب خلينا نقول بقى لا هو والله رانيا بتقول لي رانيا بروديوسر البرنامج بتقول لي ايه؟ بتقول لي في حد في الكنترول بيقول لها ان احنا بنقول عليه البيض المزغلل، ان البيض الصغير ده اللي احنا بنقليه ده فبيبقى بيض زغليل، بيض مزغلل يعني جايه من هنا انه حجم البيض. والله بشكرك اذا كانت دي معلومه صحيحه، انا بقول لك اهو عشان انا بنقلها لكل الناس اللي بتتفرج علينا. اه عشان تبقى عارف، عشان لازم تاخد ثواب بقى. ماشي ايوه الزغليل كتير بيربي زغليل صح، والله هي ممكن تبقى كده فعلا، لان انا سمعت كتير ناس بتقول نفس المصطلح ده، وانا بحب دايما الحقيقه اعرف اساس الحاجه ايه، حقيقيه ولا هي اطلقت ليه ولا ده بس مسمى عند بعض الناس. طيب اه تحياتنا يا فندم. طيب هبدا بقى اخد هنا معلقه سمنه، خلاص هنا ايه بدات كده، هاخد معلقه سمنه صغيره نعمل فيها البيض المدحرج، ندحرجه بقى. احنا البيض عندنا هنا مش مزغلل حضرتك، يعني بيض كبير شويه، فاحنا هنشوحه بقى. ناخد بقى كده سباتشولا كده ماشي زي دي حلوه. استنى بس السمنه كده، برضو البيض ده بياخد تغليفه كده ويتفتح ويتقدم بقى مع بصوا العدس والرز الكشري ده. نقلب كده بشوكه، بسم الله الرحمن الرحيم كده كده. واو، ولسه بقى هنقفل عليه دلوقتي يتشرب تاني كده. بسم الله ماشي، يعني مش باينه عندك يا ندى، ما قريتيش الكلام ده في اي مجله من المجلات اللي عندك شايفين كده بن ايه ندحرجه بقى، عشان كده سموه صح بيدحرج في السمنه مظبوط. ايوه برضو والله يعني اسكندريه وصفاتها كلها حلوه، سواء في البحريات او في اكلاتهم وحاجاتهم، سبحان الله متغذيه عشان كلها من البحر طبعا. فيعني في ايه يعملوا ملوخيه بالجمبري، يعملوا كشك احمر بالجمبري، يعملوا كل الوصفات الجميله اللي طبعا مشهورين بيها واللي بنروح لهم بيبقى ليها طابع خاص كده عندهم. الاجواء نفسها حلوه، هم ناس كرمه جدا. تحيه طبعا لكل من بورسعيد واسماعيليه والسويس عشان محدش يزعل مننا، كل البلاد او المحافظات اللي على الساحل رائعه، وبنشكر حضراتكم طبعا اكيد. انا بقى هدحرج البيض ده عشان ما يتلسعش من ناحيه معينه، وهسيب هنا الصلصه اهي بصوا بدات تغلي كده قدام حضراتكم، هسيبها تتقل شويه وتاخد القوام، ريحتها روعه. وايه وهستسمع حضراتكم ان احنا نطلع استراحه، وهنرجع بعد الاستراحه هنشوف هنعمل ايه في الشوط الثاني في انتظار حضراتكم.